أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من كيبورد، ونبدأها كالعادة بأبرز العناوين. هاشتاغ وفاة أبو بكر سالم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. حملة إلكترونية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. موسيقى ومؤثرات صوتية بالمجان من فيسبوك. الواحة هي أول. وضيف فقرة الاستضافة الإعلامي محمد الرعيني. مرحبا بكم. يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر من كل عام، وخلال العام الجاري يتم تنظيم حملة تستمر عاما كاملا للاحتفال بالذكرى السنوية 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف، ويحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن عرقه أو لونه أو دينه أو جنسه أو لغته أو رأيه السياسي وغيرها. ولهذه المناسبة انتشر هاشتاغ بعنوان اليوم العالمي لحقوق الإنسان. نشوف التفاعل. ومن هذا الهاشتاغ اخترنا لكم منشور للأستاذ شوقي القاضي الذي يقول: في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أحمد الله على أن التحقت بمسيرتها وأمنت بمبادئها والتزمت نهجها ومسارها، ولم أرتكب يوما ما يعارضها أو يناقضها، وسأبقى وفيا لها مهما تنكر لها المتنكرون أو ارتد عنها الطائفيون والمؤدلجون. كم أنا موجوع ومتألم من ناشطين وناشطات في اليمن يرفعون شعارات حقوق الإنسان ويزعمون الانتساب إلى حركتها، ثم يصطفون مناصرين لميليشيا الانقلاب الحوثي ومصوغين جرائمها وانتهاكاتها، أو يبررون للتحالف ما يطلقون عليه أخطاء الطيران التي تحصد المدنيين وممتلكاتهم. هاشتاغ آخر انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، الهاشتاغ كان مليئا بعبارات الحزن والأسى والتعازي لوفاة العملاق الفني أبو بكر سالم بالفقيه. نشوف التفاعل. اخترنا لكم بعض المنشورات التي كتبت في الموضوع، ونبدأها بمنشور للأستاذ خالد الرويشان يقول فيه: مات أبو بكر سالم بالفقيه، كان يعاني سكرات الموت مع شعبه، رحل قبل ساعة،
كان صوت الفن اليمني الأول بامتياز خلال 60 عاما. طوال حياته أصر أن يغني ألحان وكلمات بلاده اليمن انتماء واعتزازا. ولد نجما من يومه الأول ورحل اليوم مجرة نجوم. رحمة الله تغشى لا ثانية له، كان صوته عصرا كاملا وزمانا وارفا فارها، وسيظل صوته معنا عصورا وأزمانا لمئات السنين. منشور آخر للإعلامي محمد الحكيمي يقول فيه: أين تذهب الموسيقى بعد أن تنتهي؟ تذهب ربما في فضاء أبدي يقودك نحو الخلود. هذا هو صوت الأرض، الصوت الذي قال قبل الجميع أم اليمن، الصوت الذي يملك 7 حناجر لا يضاهيها أحد. كثيرا ما ترتبط الأصوات العظيمة دائما بالأسماء العظيمة، وأبو بكر سالم بلفقيه كان أبرز هذه الأصوات والأسماء. لذلك صوت الأرض لا يموت، وهو ينتقل فقط إلى الأبدية الخالدة. لروحك السلام يا أبو بكر. منشور أخير لعمل الورفي يقول فيه: غنى راحلنا الكبير كل شيء معقول إلا فراقك يا عدن، ونحن نقول كل شيء معقول إلا فراقك يا أبو بكر سالم. أعمالك باقية ما بقينا، وسترثها وتطرب لها الأجيال. اختلف اليمنيون في السياسة والثقافة وحتى في تفاصيل الدين، واتفقوا على حب أبي أصيل، فرحمة الله تغشاك. ونختتم هذه الفقرة بصوت موهبة فنية تغني أغنية للفنان أبو بكر سالم. هاشتاغ آخر في حلقة الأسبوع بعنوان تحرير تعز مطلبنا، وهو هاشتاغ جاء متزامنا مع مسيرات نظمها أبناء تعز لاستكمال تحريرها. نشوف التفاعل مع بعض.
ونشوف أيضا صور من المسيرات التي جابت مدينة تعز. وآخر هاشتاج في حلقة الأسبوع بعنوان مذبحة الشرطة العسكرية. أطلقه ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي إثر الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق معتقلين نقلتهم لمعسكر الشرطة العسكرية، وجعلت منهم دروعاً بشرية لضربات التحالف، وراح ضحيتها 240 مختطفاً. ونشوف التفاعل مع هذا الهاشتاج. أما الفعاليات التي أقيمت خلال هذا الأسبوع فنبدأها من القاهرة، حيث تم افتتاح معرض جماعة بصمات التشكيليين العرب 14 للأعمال الصغيرة في قاعة صلاح طاهر للفنون بدار الأوبرا المصرية. الافتتاح كان بمشاركة 250 فنانة وفنان تشكيلي من 10 دول عربية، منهم 17 فنان وفنانة تشكيليين من اليمن، أغلبهم من أعضاء المنتدى العربي للفنون. نشوف صور من هذا المعرض. وفي حضرموت أقيم حفل اختتام الأولمبياد الوطني للرياضيات بنسخته الرابعة 2017 وبمشاركة 5 محافظات يمنية، من خلال هكذا تظاهرة علمية يشارك المتأهل منها في الأولمبياد العالمي في إيطاليا العام المقبل. ونشوف صور من هذا الحفل. ومن حضرموت إلى عدن، فبرعاية رئيس الجمهورية حضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017 في العاصمة المؤقتة عدن. نشوف صور من هذا الحفل.
وفي فقرة التكنولوجيا وأخبارها، أعلن فيسبوك عن مجموعة مختارة من الموسيقى والمؤثرات الصوتية المجانية لمنشئي المحتوى على منصاتها، وسوف تكون هذه الخيارات مفيدة جداً للمبدعين في منصتي فيسبوك وإنستغرام الذين قد يكونوا مهددين بحذف مقاطعهم بسبب حقوق الملكية الفكرية على موسيقى من مصادر أخرى. وبالمناسبة فإن فيسبوك يقوم بإزالة أي فيديو تم تحميله ويحتوي على موسيقى محمية بموجب حقوق الطبع والنشر بنفس طريقة يوتيوب، لذلك بدلا من إضافة أغنية لفنان مشهور أو سرقة موسيقى من قناة شخص آخر لجعل المقاطع أكثر متعة، يكفي استخدام المجموعة المختارة من الموسيقى التي تملكون حقوق استخدامها وهي مجانية فقط عند استخدامها في فيسبوك وإنستغرام. ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع ونبدأها بهذا المقطع. احنا جبت لنا ليش يا عبد الله يا اخي اقعد خارج نقعد بس اقعد طيب قل لي ايش القصه اقعد اقول لك بعدين نقعد بس يلا بعدك ايش عليك ايش هي ما نجلس اجلس هنا اجلسي ايش في اجلسي اقول لك نصابين اعترض يعني اليمن تحسها زي الام المحتضنك ومحتضنها امك وغربتك يعني غربتك اليمن اشياء كثير ممكن اقول الارض انتماء الحب اشياء كثير ما اقدر اقولها كلمه واحده هي لحن غربتنا لا لا لحظة أم والله اليمن في الأخير البلاد التي تربيت فيها والبلاد التي أكيد برجع لها مهما كانت المشاكل التي فيها صعب أقول لك إيش تعني لي صراحة لأنه اليمن كل شيء يعني قدر ما رحت أماكن أو كان في يعني أماكن أحلى من اليمن أو أحسن بالوضع بس اليمن غير يعني دائما اليمن هي الحنين اللي بحن لها دائما ماشي كمان معناها يعني ما في حد زينا أو راعي لي باقي لك راعي لي باقي لك معناها انه يعني استناني وبجيك يعني شيء هيك انه كان استناني وبجيك شيء زي هيك تقريبا مشتيش ايش معناها مشتيش معناتها ما بدي بديش مدعم طبحانه متضايقه يا منعه يعني مثلا ممكن بالاردني لو سمحت او بترجاك وري حركه المدعمم سوي حركه المدعمم لما مدعمم عبد الرحمن كثير في عندك مثلا يا ولد يا نينو يا ولد يا نينو عشان فيها اسمي جوهر نقي هاجر حبي لها حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن سر حبي فيك غامض سر حبي فيك غامض سر حبي فيك غامض سر حبي ما انكشف مقطع آخر للمنشد اليمني حامد الحبشي والمشارك في برنامج منشد الشارقة حامد الحبشي بسألك يا عاشور عن حال البلد أخبار غنانا وكيف الناس والبلد بالله خبر عنه
عاد من بعد حال. لو عادهم في ذكري أنا، لو علمت الدار بمن زارها فرحات واستبشرت ثم بات. ونختتم فقرة الفيديوهات بأغنية من أداء عبد الملك. مرة شفتها مكتوبة بنجوم السماء، عيوني فيها دوبي، ما أحلى مرسما، ما أحلى مرسما، هيدي كلماتك بقلبي خبيتها، حياتي سميتها، من قلبي عم كلمها، من قلبي عم كلمها، بين ايديا واحس انك بعيد، ذوب بحضاني مثل قطعة جليد، بين ايديا واحس انك بعيد، ذوب بحضاني مثل قطعة جليد، علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز احلى طعم. وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم مدير إنتاج إذاعة الواحة، أول إذاعة عربية بماليزيا. ضيفنا اليوم الإعلامي محمد الرعيني. مرحبا. إذاعة الواحة هي أول إذاعة عربية تبث من ماليزيا باللغة العربية. تأسست في 15 مارس 2016، وتتخذ من العاصمة كوالالمبور مقرا لها، وذلك لكونها تحتضن العديد من الجاليات العربية ومحبي اللغة العربية من الماليزيين وغيرهم. نجتهد في إذاعة الواحة لاستقطاب جمهور أوسع من المستمعين من خلال التجاوب مع حاجة الجماهير المحبة للغة العربية في ماليزيا والوطن العربي والعالم أجمع، وذلك من خلال برامج وتقارير ترفيهية وفنية وسياحية واجتماعية وفكرية وأدبية واقتصادية واستثمارية، إضافة إلى النشرات الإخبارية اليومية. سنقوم الآن بإرشادكم في كيفية الاستماع إلى إذاعة الواحة عبر هواتفكم المحمولة أو شبكات الإنترنت. الطريقة الأولى وهي تحميل تطبيق الإذاعة من جوجل بلاي أو أبل ستور على الهواتف المحمولة أو الجوال عبر البحث عن كلمة الواحة راديو. نرحب بالإعلامي محمد الرعيني، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم وبكل متابعيكم من داخل أرض اليمن الحبيبة ومن خارجها كذلك. الله يخليك محمد. محمد، معنا مجموعة أسئلة سريعة ومجموعة أسئلة تجاوب عليها بإريحية، فلو أنت مستعد نبدأ بالأسئلة السريعة. أوكي، وعلى بركة الله نبتدأ. أوكي، العادة البداية أوصف نفسك بكلمة. إنسان. شخصية تركت بصمتها عليك. الأستاذ نبيل حزام. جميل. وأجمل مكان زرته في حياتك. ما زلنا مهما خرجنا من أرض اليمن الحبيبة تظل اليمن وجبل عصر وأضواء صنعاء جميلة. ومكان تتمنى زيارته؟ أتمنى أن احنا نجتمع مع عائلتي مرة ثانية بإذن الله تعالى. جميل، نفس الأمنية. طيب، شخصية تتمنى مقابلتها؟ بالنسبة للشخصيات هي كثيرة جدا، بس أتمنى أن أنا يرجع الزمان 100 مرة وأقابل أبي مرة ثانية. طيب، لو نتكلم عن بداياتك في العمل الإعلامي. العمل الإعلامي بدأته في اليمن، اشتغلت في مجالات كثيرة، كان في منها تسجيلات الصوت، تمثيل، اشتغلت في أعمال منها كان مسلسل دروب شائكة وفضيلة وكوكتيل دوت كوم، هذه بعض المسلسلات اشتغلتها.
اشتغلت كذلك كصوت لبعض الإذاعات اليمنية المتواجدة، إعلانات. اشتغلت مع فرقة اليمن مع الأستاذ خالد البحري، وكنت من ضمن الشباب اللي اشتغلنا فيها فترة طويلة جدا. عبد الله يحيى إبراهيم اشتغلت مع مؤسسة الوفاء كممثل، صح؟ أنتجنا واحد من أجمل الأعمال الجميلة جدا اللي كان اسمه حوار الأجيال. جميل. كممثل وكهندسة صوتية وكصوت يعني خلفي، إنه تتابعونا في هذه الحلقة شيء من هذا المجال يعني. جميل. فكان في فكرة إنه مسكت شخصية أبو الحوار اللي هي شخصية كرتونية بتتكلم عن مخرجات الحوار الوطني بطريقة جميلة جدا ومبسطة لكل شخص بيتابعه سواء كان كبير أو صغير، إنه يفهم ما هي الفائدة من الحوار الوطني. تمام. بعدين حصلت الأحداث في اليمن وانتقلت إلى ماليزيا. ثم بعد ذلك توقفت الأحداث الذي في اليمن. نعم. كنا قبل الخروج من اليمن أسسنا مركز إيواء النازحين الأول، مركز أو فريق إغاثة. كنت المسؤول الإعلامي في هذا الفريق. واجهت الكثير من المشاكل في هذا المكان والتهديد، مما اضطرت أنه يعني أخرج من اليمن إلى أن تهدأ الأوضاع بشكل كبير جدا، وانتقلنا إلى ماليزيا. طيب محمد، بالانتقال لماليزيا كيف توصلت لمشروع إذاعة الواحة وكم صار عمرها اليوم؟ إذاعة الواحة الآن في السنتين والنصف، هذه عمر الإذاعة الآن. بدأت الفكرة فيها أنه أول ما وصلنا على ماليزيا ما كانش في لغة عربية بالخالص. كل اللغات المتواجدة هنا هي عبارة عن التامل، الصينية، الملايو أو الماليزية. فكنا متعطشين للغة العربية، بالذات أنه معظم الشباب أو معظم الناس اللي بيوصلوا إلى ماليزيا دائما ما يبحثوا عن التجارة والأفكار لهم مربحة. فهنا بدأت فكرة الإذاعة. تواصلت أنا والأخ عدنان الجنيد والأستاذ خالد الراعبي، وبدأنا بتشكيل هذه الإذاعة. وكنا في بدايتنا بنسويها من البيت، يعني عبارة عن برد من اللابتوب أو من الأجهزة بسيطة جدا. الآن إلى أن تشكلت معنا كإذاعة وكادر من ما يقارب 13 أو 14 شخص، كلهم أعمالهم لهم برامجهم بطريقة كثيرة جدا، والحمد لله. إن شاء الله نتمنى أكثر وأكثر. أحسنتم. طيب لو أسألك، ليش اخترتم ماليزيا تحديدا؟ هي لم تكن هدف معين قدر ما كانت فقط الحاجة الذي بدأت أو الأساس الذي بدأ فيها. يعني إذا كنا في الأردن أو في أي دولة أخرى مش مشكلة عندنا إحنا بنسوي إذاعة أو نفكر فيها، بقدر ما هي رسالة. احتياج الناس العرب هنا في ماليزيا قوي جدا، لأنه لاحظنا أنه الناس عرب بشكل كبير جدا متواجدين، سواء من كل الجنسيات او من كل الدول العربيه. نعم. فليش ما نفتح اذاعه عربيه هنا؟ نستقطب هذه المجموعه. وتفاجئنا بانه عند استقطابنا للناس المتواجدين هنا في ماليزيا، عدد الناس الذي هم مثلا في دول مثل استراليا، امريكا او اي دوله من الدول الاجنبيه مستمع، وبرضه من ضمن الناس اللي تسمعونا في الاذاعه، فكان حاجه حلوه جدا يعني. ومن زرع حصد. طيب محمد، المشاهد ربما يكون عنده رغبة يعرف ما هي الواحة وماذا تقدم؟ الواحة تعتبر هي أول إذاعة عربية في ماليزيا، لا عنصرية، لا حزبية، لا سياسية. تعبنا منها بشكل كبير جدا في هذا الوقت الذي قرب. نقدم المادة الثقافية، تعليم اللغة الإنجليزية، تعليم اللغة الماليزية، برامج ثقافية ترفيهية. ايضا نقدم برامج اقتصاديه واستثماريه لمن اراد الاستثمار داخل ماليزيا واراد ان يعلم ما هي الخطوات التي يجب عليها القيام بها او الاشياء بهذا التسجيل. لدينا مستشارين لديهم برامج تنميه بشريه. بنحاول نحن نوعي الشباب خارج ارض الوطن الحبيبه، سواء كانوا من ارض اليمن او من خارجها، انه احنا سفراء دولنا في هذه الاماكن، يجب علينا النظر بصوره اجمل دائما باذن الله يعني. جميل. حزمة متكاملة ربما. محمد، طيب لو تكلمنا عن العوائق اللي واجهتكم في إنشائها وتسير عملها حتى اليوم. كثيرة جدا. يعني أقرب واحد فيها الآن في بالي أنه هي كانت البداية أو الفكرة على أساس التراخيص الذي إحنا بنتعامل فيها هنا في ماليزيا، نحن نسميها بالاسم الإنجليزي اللي هي أويزس.
وأوي ذس هي الواحة يعني. فعندما بدأنا المعاملة للفكرة نفسها والمشروع تواجهنا أنه كثير من الناس قلقت من المسمى لأنه قريبة من كلمة ISIS والذي هي داعش. فالناس كل ما كنا نوصل لعندهم بالأوراق مباشرة يشوفوا لعندنا بنظرة رعب، إيش جاي تفتحوا، إيش الموضوع يعني. طبيعي خصوصا لكم عرب كمان من اليمن. أيوة هنا طبعا. كانت هذه أول نعم طيب هذا أول يعني كمان. ففعليا اول ما بدانا احنا في هذه المعاملات شفنا انه المشاكل ممكن تزيد، فالغينا المسمى باللغه الانجليزيه واستمرينا بالاسم العربي اللي هي الواحة. ماليزيا دوله تقلق كثيرا من اي افكار او اي برامج قد ممكن يسبب قلق لمواطنيها. جميل. فالحمد لله ان شاء الله نكسب ثقتهم بشكل اكبر واكبر وما في هذا. احسن واحسنتم. طيب إذاعة عربية من ماليزيا وكادر يكبر كل يوم، أنتم بتتوقفوا عند الإذاعة أم لكم أهداف أكبر؟ إن شاء الله. إيش أهدافكم الكبيرة؟ بقول لك إحنا طماعين، إحنا بنطمح بشكل أكبر وأوسع يعني. الآن وخلال الفترة القادمة إحنا بنفكر إن إحنا نفتح عبارة عن قناة تلفزيونية تكون مرتبطة مع الإذاعة اللي هي عربي في ماليزيا أو عرب ماليزيا، برضو بتختص في هذا المجال ولكن بصوره مرئيه. ودائما احنا الشباب يعني ما اعتقدش اني طموح انا بتوقف في حد معين، احنا كل فتره وفتره بنحاول احنا نكبر اكثر واكثر. بتستمروا يعني بعيدا عن السياسه ليش ولا بيكون معنا قناه في الافقائيه؟ نعم اكيد السياسه خلال هذا الوقت اكبر مشكله، انه كثير من الناس بيحاولوا يدخل في السياسه برغم انه فتره ما يفهمهاش او انه فاهم ان هو فاهمها بس هو مش حيلها. والسياسة هي أكثر ما دخلتنا في المشاكل بشكل. جميل. نحاول نبحث عن روح العروبة، روح الاجتماع، روح الوطنية. بتوصلوا للتشتي. تكلمنا كثير عن الواحة وأهدافها وإيش بتوصلوا، تمام؟ الآن لو انتقلنا إلى موضوع شخصي وهو العمل مع زوجتك في نفس المكان، إيش الإيجابيات والسلبيات؟ هو انا بقول لك شيء يعني، هو العمل مع الزوجه في نواحي حلو وفي نواحي مش حلو. اذكر الناحيه يعني جمال العمل مع الزوجه. طيب هو جماليه العمل مع الزوجه انه بالامكان نتكلم عن الموضوع بشكل دائم، ندور الافكار بشكل مستمر، ان احنا يعني الافكار بتتولد حتى في اي وقت، مش عفوا انا ازعجتك هل بالامكان نتكلم او شيء زي ما كذا، لا الأفكار متوالدة وموجودة بشكل كبير جدا. في مرونة في التعامل فيما بيننا البين في البرامج اللي احنا بنقدمها او ان احنا الأفكار اللي احنا بنسويها، في مرونة فيما بيننا البين. جميل. لكن توجد هناك الغيرة وهذه تقتل احيانا. غير الغيرة؟ يعني فلانة ليش تكلمت معك؟ ليش سويت؟ ليش تأخرت؟ ليش مش يعني بيسبب نوع من الاحتكاكات الذي قد زي الماء والزيت يعني. جميل كمان. طيب محمد لو نتكلم عن برضو عمل حلو. جميل. بالتوفيق لكم الاثنين. ولو تكلمنا عن طموحك الشخصي بعيدا عن الواحة. ان شاء الله. جدي رحمه الله وصل الى مواصيل حلوة جدا، والوالد الله يرحمه وصل الى مواصيل برضو حلوة. اتمنى ان انا اصل الى هذه المواصيل أو أننا أصل إلى أكثر منها بإذن الله تعالى. جميل جدا. محمد الرعيني الإعلامي القدير، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك كل التوفيق ولزوجتك أيضا. بإذن الله، ولكم أيضا في قناتكم الجميلة والرائعة التي تبث أكثر من برامجها وهي عين لكل اليمنيين داخل وخارج الوطن. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع. ننتظر اقتراحاتكم ومشاركاتكم على صفحتنا في فيسبوك، الظاهر رابطها أسفل الشاشة. وحتى اللقاء، كونوا بخير.